لا شيء تقدمه هذه المشاهد سوى دافع الميليشيا للحرب والخراب. بعد عام من الحرب على تعز تظهر هنا حجم الكارثة التي لحقت بكل هذه المساكن. في أغلب هذه الأحياء كغيرها كانت مئات الأسر تقطن هنا، لكن بعد المعارك التي دارت فيها وحولها والتعرض للقصف المركز من قبل الميليشيات على هذه الأحياء فر الآلاف من المدنيين بعد أن تعرض بعض جيرانهم للقتل والبعض الآخر للإصابة، بينما تعرضت أغلب متاجرهم لعمليات سطو ونهبت أغلب ممتلكاتهم. المنشآت كالمستشفيات والمدارس هي الأخرى لم يستثنها قصف الميليشيا المستمر. عملت على تصدير النسيج الاجتماعي طيلة هذه الفترة، أحدثت خراب ودمار، شتتت الأهالي بين نازحين وقتلى وجرحى. لا يوجد مكان إلا وحدثت فيه نوع من التدمير والخراب. على الرغم من الحديث عن هدنة مرتقبة في العاشر من الشهر الجاري، إلا أن جبهات القتال ما تزال مشتعلة ولا بوادر من توقفها هنا في جبهة تعز، إذ تواصل الميليشيا حربها ضد سكان المدينة بأكثر من طريقة، منها فرض حصارها الخانق على المداخل وسط استمرار مواظبة المنظمات الحقوقية على رصد تلك الانتهاكات والجرائم التي تقع في المدينة. كلهم يعملون في هذا المجال لإعداد ملفات متكاملة وواضحة وشفافة ودقيقة، ابتداء من جمع البيانات، قاعدة بيانات، وانتهاء بجمع الوثائق كلها بما يؤكد يعني ارتكاب هذه الميليشيات لهذه الجرائم، وما يؤكد وقوع الضحايا وسقوط الضحايا، وهي ملفات تعد للمحاكمة، لمحاكمة الميليشيات ومرتكبي جرائم الحرب أمام القضاء الدولي والقضاء المحلي. إذا ما استمرت المعارك الدائرة على أطراف المدينة وفي بعض أحيائها من قبل الميليشيا وإقفال كل الطرق المؤدية إليها، فمؤشرات نذير كارثة إنسانية تلوح في الأفق ما لم تسارع الحكومة بدعم تحرير المحافظة وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين. ستظل هذه الأحياء شاهدة على استهداف الميليشيا لمساكن المدنيين، فيما الجهات الرسمية المتمثلة بالحكومة تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل ذلك. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.